بالنسبة للمرأة المغربية مهمة في المجتمع وبلا المرأة ما يمكن لناش نديرو شي حاجة. أنا المرأة مهمة لا في العمل ولا في الدار ولا في تربية الأبناء، هزة واحد مسؤولية كبيرة. المرأة كتهز واحد مسؤولية كبيرة، غالبا المرأة هي اللي كتهز الدار، كتهز الوليدات، كتهز بار كونتر بعض الرجال لأنهم مخليين المسؤولية تحملها المرأة. وبهذه المناسبة ديال هذا العيد هذا كنوجهوا لها التحية. راه المرأة المغربية مشرفانا كمغاربة، مشرفانا في العالم كامل، لا في الرياضة ولا في المجتمع كامل تقريبا. المرأة راه موجودة وفرض الوجود ديالها، هي ولات كتمارس المهنة ديال المحاماة، كتمارس القضاء، كتمارس الأمن، كتمارس المرأة شي حاجة كبيرة في هذه البلاد هذه. والمرأة المغربية راه هي مشجعة راسها، بلا ما نشجعوها راه هي شجعة حتى راسها. راه هي دابا راه 24 هذه 2024 ما بقات المرأة المغربية ضعيفة، راه هي طالعة لفوق الفوق. كل مرأة عندها حقوقها، عندها كل شيء ديالها، عندها بلاصتها فين هي، عندها كل شيء الحمد لله. لا ما كانتش المرأة ما كاين والو. والمرأة تطور كبير، لأنها ثقافة والصنعة وكل شيء فيها المرأة. المرأة تقدر تولي وزيرة، والمرأة صناعة فيها كل شيء وصبارة وقال لك الجنة تحت أقدام الأمهات. المرأة هي اللي فيها الأم والأخت والتربية. الام كتبرز شخصيتها في التربيه ديال ولادها، الا كانوا الدراري مربين دونك الام راه مدرسه.